الفنان سعدون جابر أصله مواليده وشلون دخل عالم الفن؟ شنو سالفة الدربونة المظلمة اللي كان يفوت بيها؟ ليش أخوه ضرب راشدي؟ وشنو قال عن لقب سفير الأغنية العراقية؟ حضر كوب الشاي وتعال احكي لك. الله بالخير، اللي ما يعرفني أنا عمر الرياض وهذا الدكان. سعدون جابر انولد سنة 1950 بقضاء علي الغربي التابع لمحافظة ميسان، من عائلة تتكون من أب وأم وخمس أولاد وثلاث بنات، متزوج وعنده ولدين الطيب والبشير وبنتين فاطمة ومريم. سمى ابنه الطيب من شدة حبه بالشاعر أبو الطيب المتنبي. بطفولته لما كان عمره خمس سنوات كانت أمه تدزه يجيب غراض من المحل، وكان بالطريق دربونة ظلمة ولازم يعبرها حتى يوصل المحل. كان سعدون من يفوت بالدربونة المظلمة يرتل القرآن ويأذن بصوت عالي حتى ما يخاف. انتبه الجيران الجمال صوته وقالوا الأمة سعدون صوته كلش حلو، وأمه شجعته على قراءة القرآن. ومن كل عائلته ما حد شجعه على الغناء لأن هو نشأ ببيت محافظ وكانوا رافضين فكرة الغناء. ولما صار عمره بين 16 و17 سنة اشتغل بدائرة الإذاعة والتلفزيون وكان يوصل الفنانين المكفوفين للإذاعة، وكان يدخل وياهم ويشوف الأجواء الفنية، يلزم العود ويدندن أغنية فؤاد سالم تانيني. بيوم من الأيام شاف كوكب حمزة والتفت وقال له منين تعرف هاي الأغنية؟ هاي الأغنية من ألحاني. اقترب من سعدون وقال له يلا غني لي، وغناها سعدون وغنى أيضا أغنية أفيش بروج الحنية. وطبعا هاي الأغنية هي للفنان ستار جبار مو السعدون جابر مثل ما يعتقد البعض. كوكب حمزة قال له والله لو أعرف صوتك هي الجميل كان ما لحنت هاي الأغنية لغيرك. بسنة 63 شارك ببرنامج ركن الهواة وكان بوقتها من المعجبين بالمطرب عبد الحليم حافظ، وانتقل من قراءة القرآن للغناء وشارك ويا زملائه فاضل عواد وداود القيسي. ولما شاف أغلب الفنانين يغنون أغاني عبد الحليم حافظ ورغم حبه لعبد الحليم لكن قال ما راح أغني إله، غنى أغنية أردنية بلحن عراقي من مقام اللامي وهو الوحيد الفاز بالبرنامج. رجع للبيت وأهله ما كانوا يدرون أنه هو راح وشارك وغنى وفاز. ولما عرف أخوه أنه سعدون شارك بهذا البرنامج ضربه راشدي، لكن طموح سعدون جابر ما توقف واستمر بالغناء. بدأ الغناء وكان متأثر بعبد الحليم حافظ وناظم الغزالي وحضيري أبو عزيز وداخل حسن وعبد الأمير الطوير جاوي، واستمر بدراسته وحصل على شهادة الأدب الإنجليزي من الجامعة المستنصرية ببغداد. وبعدها التحق بمعهد الفنون الجميلة القسم المسائي فرع العود وسافر لندن يدرس الماجستير، والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة وهناك حصل شهادة الدكتوراه. سنة 85 راح لأبوظبي يغني بحفل وكان الملحن الكبير بليغ حمدي موجود بين الحضور. وبعد ما خلص سعدون جابر الحفل وطلع هو وأصدقائه توجهوا للأوتيل. بهاي الأثناء سمع شخص يصيح أستاذ بليغ هذا سعدون، فقال معقولة بليغ حمدي يريد مقابلتي؟ التقى بليغ حمدي بسعدون جابر وقال له أغنية عيني عيني إش عاملة بالكون، وين ما أروح أسمع عيني عيني. اتفقوا على لقاء ثاني واستمر اللقاء الثاني 3 ساعات، سعدون جابر يغني وبليغ حمدي يسمع ويهز براسه، وأخيرا نطق وقال لازم ألحن إلك. تغني مصري؟ قال له أغني أي لهجة لكن يهمني موضوع الأغنية. وبعدها رجع سعدون جابر لندن، والمفاجأة أنه بليغ حمدي سافر لندن خصيصاً حتى يلتقي بسعدون جابر وياه 4 نصوص من كلمات الشاعر كريم العراقي وهو دافع كل أجورها. قال له سعدون إيش قد أجور هاي الأغاني حتى أنطيك فلوسها؟ قال له بليغ أنا مو ببالي أخذ فلوس منك، صوتك عجبني وأسلوبك. جاوب سعدون هاي شركات تجارية سجلتها ومن حقك تأخذ أجور. وظل سعدون جابر 2 شهر يحاول ينطل أجور البليغ حمدي، وبعد عناء طويل قدر سعدون جابر يخلي الفلوس بجيب بليغ حمدي. سعدون جابر
كان يفكر يصير محامي بسبب موقف صار قدامه بطفولته لما كان يشتغل ويا شخص يبيع خضار. بعد الشغل ياخذ رقية ويروح يسبح بالشط بالصيف، فبالطريق شاف شخص كردي يصبغ أحذية، وأكو 4 أشخاص مشاكسين يضايقون الرجل الكردي ويحاولون يسرقون العدة مالته. وهنا سعدون جابر كان متردد بالدفاع عن هذا الرجل، لأن هو وحده وهم كانوا 4 أشخاص، فمن هنا فكر أن يكون محامي حتى يقدر يدافع عن مثل هذا الرجل. وعن لقب سفير الأغنية العراقية انسأل سعدون جابر: هل سفير الأغنية لقب راح يبقى إليك؟ لو بالك أحد الشباب ممكن أن يكون سفير للأغنية؟ فجاوب: والله أنا ما غنيت من أجل سفارة ولا وزارة، لكن الناس أطلقت علي هذا اللقب، والصحافة والجماهير، وإذا أكو سفير فهو كريم العراق. وعن أغنية يا أمي يا أم الوفاء قال سعدون جابر: كنا أنا وكريم العراقي رايحين حتى نشوف وحدة من المباريات، فبالطريق شفنا تمثال الامرأة شايلة طفل وتقود طفل ثاني، والفنان اللي سوى التمثال مثل بهذا التمثال معاناة الأم. كريم قال السعدون: صار 6 أشهر ما شايف أمي. جاوب سعدون: وأني عمر 12 سنة من توفت أمي. وصلوا الملعب وفاتوا يشوفون المباراة. أثناء المباراة سعدون يشوف كريم يكتب، وما يدري سعدون إيش يكتب كريم. انتهت المباراة وقال له: شنو كنت تكتب؟ قال له: أغنية عن الأم وأنت غنيها، وكانت أغنية يا أمي يا أم الوفا. سنة 95 دخل سعدون جابر بمجال التمثيل لما أخذ دور البطولة بمسلسل السفير ناظم، واللي كانت تحكي عن قصة حياة الراحل ناظم الغزالي، وشارك وياه بهذا المسلسل الفنان يوسف العاني وحسن هادي ووفاء حسين وآسيا كمال وابتسام فريد، وكانت من إخراج فلاح زكي. سعدون جابر الفنان اللي لقبوه الناس سفير الأغنية العراقية وأيقونة العراق راح يبقى بذاكرتنا أجيال وأجيال، ومستحيل ننسى يا طيور الطائرة 20 عام يوم ما شوفك جتنا الصبح صغيرون عيني عيني اللي مضيع ذهب وغيرها من الأغاني الخالدة. هذا هو سعدون جابر وهاي قصة حياته، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سمراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.